عندما نقع بمشكلة يتجه انتباهنا كله نحوها، وبالتالي تأخذ كل طاقتنا وإمكانياتنا، لذلك نشعر بالتعب. السر في حل هذه المشكلة يكمن في الاتجاه الذي نركز عليه طاقاتنا، فكيف نوجهها على الجانب المضيء لنتمكن من بلوغ الحل؟ يجيبنا المدرب في علم النفس الإيجابي ميلاد حتشيتي في الحياة حلوة. صباح الأنوار، كيفك؟ أهلا وسهلا بك. يعني ميلاد، لا شك بأنه عندما تحدث أي مشكلة لدى أي شخص منا، وكلنا معرضين لتحدث معنا المشاكل، أول شيء يحدث هو ثورة المشاعر، أو بمعنى آخر نقول منفور، بنعصب. لماذا؟ لأنه بتعرفي المشاعر هي إذا بدك يلي بتعكس عالمنا الداخلي، ولما بيصير شيء بعالمنا الخارجي يفقدنا هذا التوازن الداخلي، بتبلش المشاعر هي أول صوت لحتى تقلنا يعني هلو، في شيء ما يحدث في الخارج. وبالتالي لأنه التغييرات أتت من الخارج، بتجي هيدي المشاعر وهذه الفورة لقبل ما يصير في عندي هذا التعديل اللي بده يصير بالداخل. بالنهاية ما يحدث في الخارج بينعكس على الداخل، وأول صوت لهذا التغيير بتأتي من المشاعر. هلا قلتي مرات بنغضب، بس مرات بنخاف، مرات بنقلق كثير، مرات بنقلق كثير او بنخاف لدرجه بنغيب عن الوعي، مرات بننصدم. هلا في عندي ثلاث ردات فعل سريعه في حاله الخطر، يلي هي مسؤوله عنه الاميجدالا بدماغي، يلي هي مسؤوله عن هالمركز المشاعر، خاصه الخوف، يلي بيسموه بالانجليزي فلايت اور فايت اور فريز. يعني انا بحاله الخوف رده فعلي الطبيعيه هي اني اهرب، بحاله الغضب رده فعلي الطبيعيه هي اني اهجم، او مرات بحاله الصدمه رده فعلي الطبيعيه هي شو اعمل؟ اني انصدم. مش هيك؟ مرات بقول انا ما عرفت كيف اركض، او سرعت كبيت كم كلمة ما عرفت ليش كبيت كم كلمة لأنه عم بهجم عليه، أو عم بطريقة الهجم، أو بقول انصدمت لدرجة حسيت حالي أنه ما عرفت كيف بدي أتصرف. هل ردات فعل هي ردات فعل طبيعية؟ بترجع لعمنا الإنسان الأول يلي حاملين منه، محملنا كثير إن كان بجيناتنا وبردات فعلنا، وهذا التأقلم مع هذا الشيء أو الوعي لهذا الشيء بيساعدنا كثير لحتى نعرف أنا ليش هذا الغليان بيصير، كيف بيصير، كيف بيخلص، وكيف بتصرف معه. نعم، ولكن برضه بنرجع بنلاقي انه في اختلاف في ردود الافعال ما بين الناس. في ناس وقت المشاكل بتركز على نقاط قوتها، بتركز على الحلول، بتركز على الايجابيات. في ناس لا، بتنغلق، بتركز على الضعف، بتركز على المشكله نفسها بتعيشها. نعم، ساره اللي عم بتقوليه هو جوهر اذا بدك حديثنا لليوم، لانه التركيز وين عم بيروح تركيزي يقتضي، او اذا بدك بيودي للنتائج. وين بودي تركيزي؟ هلا وقلتيها بطريقة انه في ناس هيك وناس هيك. هلا طيب ليش هالناس هيك؟ تعالوا نفكر. مش لانه نحن، مش لانه انا بدي، انا بحب اني والله روح صوب اكثر صوب المشاكل او صوب الصعوبات او صوب الحلول. هيدا بيرجع لنظام تربوي، بيرجع لجزء من الشخصية، بيرجع لجزء من الجينات، بيرجع لجزء من الاكسبيرينسز او اذا بدك الخبرات اللي عشتها. كله هيدا بيصب لحتى يعطيني ستيل، يعطيني نمط، أسلوب بالتفكير، كادر شخصي للتحليل. مثل ما دايما منقول ما في صح وما في غلط، المهم نوعة، المهم أعرف أنه أنا ربما فإذا عندي هيدا الستيل أو هذا النمط من الأسلوب التفكير عم بيوديني أكثر صوب المشاكل. في هل يعني هالقدرة على أني روح بسرعة للحلول، هالقدرة أنه هذا الغليان أو البركان اللي تحدثت عنه راوية أنه خليه أنا أنه روق، معليش أنت هلا it's okay. هيدا الشيء هو قدرة عند الإنسان بيقدر يطورها وبيقدر ينميها. حتى بتعرفوا في بعض التقنيات وبعض الدراسات، في بعض الناس حتى بيحطوا إيدهم هيك هون حتى على قلبهم بيقولوا اتس اوكي، روق لهالشيء الجواني اللي عم بيصير، انه معلش هذه حالة، هذا الغليان او البركان الداخلي ما هو الا حالة لحتى يقلنا انه الخطر داهم. بعالم الحيوانات، على فكرة عالم الحيوانات عالم كتير فينا نستفيد منه بعالمنا، يعني نحن كعالم الإنسان. بتشوفي كيف مرات الحيوان لما مثلا امشي جرو صغير، بتشوفي حدا عم يقرب صوبه كيف تنقض عليه. هذا الانقضاض التلقائي نحن بنمارسه
بانقضاض مشاعرنا، انه نحن مرات مشاعرنا بتغلي لدرجه بنحس انه الخطر يلي عم بيداهمنا وكانه حدا جاي يقتلنا. وهذا الشيء اللي بيبرر احيانا في اشخاص بيعملوا ردات فعل دفاعا عن النفس، يا بيقتلوا يا اما بيعملوا ردات فعل قويه، هذه غير مبرره ولكن هيدي دفاعا عن النفس احيانا، او حتى مرات بيقتلوا بالكلام. يعني مرات بتكوني قلتي لي شيء بيجي بصوبك انا بكلمه ماشي خارقه بتقتل. ما بدها، بنقول دائما بنقول من بعدها يا جماعه روق، ما بدها هالقد، ما كان بدها منك هالرده الفعل. طب ميلاد، اذا شخصيه الانسان هيك او تراكمات الحياه والظروف اللي كانت محيطه فيه غرست فيه هذه الردات الفعل العنيفة إلى مكان ما، أو حتى التعصيب، للتعصيب أو الاتجاه السلبي للمشاعر، الاتجاه السلبي للمشاعر، كيف يمكننا أن ندرب أنفسنا وندرب شخصيتنا على أن تكون أقل حدة؟ مزبوط. أول شيء راوية هي أني أعرف أنه هذا تعلمته، كل شيء تعلمته فيني أتعلم عكسه، وهذا المفتاح بالفعل عن جد هو مفتاح كتير إيجابي على أنه كل شيء تعلمته في الغي وارجع اتعلم غيره. ولما بتعلم النمط التالي، لا اعرف، لازم اعرف، لازم بلش راقب، لازم بلش راقب انا رديت فعلي، لازم راقب انا بس عم بوقع بهالمشكله، لانه اي متى بتصير؟ هي بتصير بعد فوات الاوان. بعد فوات الاوان بقول بتعرفوا ما كان بدها هالقد قلق على هالمشكله، او بتعرفوا انا كثير كبرتها براسي او خفت منها كثير. فاذا لازم كمان اتعلم من تجاربي. كم مره هون بنسال بعض الاسئله للمشاهدين، كم مره وقعتوا بمشكله وعملتوا براسكم افكار وحللتوا عن هالمشكله لكن واقع المشكله ما كان مزبوط؟ الى اي مره ابتعدتوا حطيتوا حلول سلبيه كثير للمشكله ولقيتوا انه حلها كان اسهل بكثير؟ هيدا الفرق هو يلي انتم بتقدروا تعملوه. اول شيء باني ركز اسال حالي سؤالين، ليش انا عم بعمل هالرده فعل؟ هيدي جسمي وعقلي شو بدهم يقولوا لي؟ شو هو فعليا الشعور يلي عم حسه؟ في كتير ناس راوية وسارة ما بيعرفوا بوقت وقوع المشكلة إذا هن غضبانين، زعلانين، قلقانين، تداخل خايفين. المشاعر، تداخل المشاعر وعدم إذا بدك الوضوحة حتى براسنا. لازم أفهم، لأن أنا مرات إذا سارة قالت لي كلمة فيها مرات تكون خوفتني هالكلمة، أو فيها تكون عصبتني هالكلمة، أو فيها تكون هالكلمة خلتني أشعر بالقلق. كتير مهم اني تدفاين، اني حدد نوع المشاعر يلي عم بقطع فيها. بتعرفي في بعض الناس بيكون شعورهم، يعني مثلا فيني اقول كلمه لساره تفكرني ساره اني انا معصب منها، هو اني انا كمان معصب منها، انا زعلان عليها. كيف عرفت ساره اني معصب منها؟ من خلال الكلمه اللي استعملتها. اذا الكلمه او الطريقه كانت غلط. تنشوف حتى، فاذا تحديد المشاعر مهم. شغله ثانيه بدي اسال حالي، هذه المشكله اللي حدثت معي شو جاي تعلمني؟ وهون بنوصل لجزء كتير مهم. في بعض النظريات العلميه النفسيه بتحكي عن البوست جروث، يعني البوست جروث او تروماتيك بوست جروث، يعني النمو من بعد الصدمه. لانه ما في مشكله بتحدث معي بالحياه الا ما بتكون فرصه لحتى تنميني او اتعلم منها. مهم اسال حالي شو بدها تعلمني، حتى لو بدها تعلمني ان هيدي المشكله اني ارجع شوي لداخلي اكثر واكثر واعرف هذا الغليان لشو بيرجع، هيدا الغليان لوين مرده، هل بذكر حوادث ودتني أكتر وأكتر أنه هذا الغليان يفور، وين شجعت هذا الغليان أكتر، شو اللي صار، من مين تعلمته، من أمي، من بيي، من أقربائي، من أساتذتي، من محيطي، أي متى نميت وطورت هذا الشعور. هيدي الأسئلة كتير مهمة أسألها لحالي لحتى أعرف ماذا يحدث في عالم الداخلي. وبديك رأيي، وهذا تحليل شخصي، الإنسان ممكن يقضي كل حياته وما يوعى لهذا الغليان أو البركان الداخلي شو عم بصير. وأنا برأيي أعظم شيء بنوصل له بهالحياة نعرف هذا البركان، قل له روق، أن روق كل شيء سيكون بخير. بس قل له لهيدا الغليان روق كل شيء رح يكون بخير، بفتكر هيدي نعمة بالحياة عمومة. نعم، أحيانا يعني وكأنك بتقول أن أوقات الضيق وأوقات المشاكل بتخلينا نكتشف نقاط ضعفنا أو الطريقة السيئة في تعاملنا مع المشاكل، لكن هل ممكن كمان أن تعزز إمكانياتنا، يمكن تعزز فينا شجاعة، يمكن تقوينا، يمكن أنها تبني في شخصيتنا؟ وهذا الشيء اللي بتقوله علم النفس الإيجابي، وإذا بدك هيدا التغيير اللي بيقوله علم النفس الإيجابي، أنه هي مش بس بتكشف يعني عوراتنا أو بتكشف الأشياء السلبية اللي فينا، هي كمان بتكشف نقاط القوة، بتكشف إلى أي مدى نحن بنقدر يكون عندنا قدرة تحمل، إلى أي مدى ممكن يكون عندنا قدرة هالشفت هالتغيير اللي بقدر أعمله. والمشاكل فرص لحتى أنا أكد لحالي أنه أنا أدى.
وهيدا الشيء منعيشه كلنا سارة، بس من مرات ما مننتبه له، لبل مرات لازم نحتفل فيه. اصلا يقال انه نحن ما بنعرف قد نحن قدرتنا ونحن اقوياء الا لما نجربها بالظرف 100% صار 100% راوية. اللي بدي اقوله هون كمان، وهيدا الشيء اللي لازم نحن نعمله. طيب سارة قطعت بمحنة، قدرت استجازت هالمحنة، ومن بعد هالمحنة قدرت بنمط عقلي او تفكير قدرت انها تحلها. سارة مدعوة انها تجي تكتب على ورقة وقلم او تضل تتذكر وتجبر حالها تتذكر الاسلوب والطريقة اللي حلت فيها هذه المشكلة. بتعرفوا ليش؟ لان هيدي عضلات عم تنميها بدماغها. مثل ما انا بروح على النادي قبل شوي كنا عم نعمل عم ننمي عضلاتنا الجسدية، ما في كمان عضلات فكرية. انا اذا ما بحتفل فيهم كيف بنميهم؟ احتفالي فيهم بانه اقول بلا وباء مباركتي لحالي على اني انا برافو علي قدرت بأقل خسائر ممكن ينمي هيدي العضلات الفكرية لحتى أنا حل المشكلة. وهيدا الشيء لازم سارة تحتفل فيه وتبلش تعتمده كنمط، وتبلش إذا بدك يصير هو هيدا الأسلوب البديل. هون بتكون سارة عم بتخلع أو عم بتشيل كل شيء قديم تعلمته بالتفكير، وعم بتحط أسلوب تفكير إجا من خبرتها خاص فيها، ما حدا مدرسها إياه وما حدا قايلها إياه. لأنه للأسف بعض الأهل بيودوا بيحطوا أساليب تفكير بأدمغة أولادهم ممكن تكون سلبية ومضرة ومنها مفيدة لوقتهم الحالي. هذا نمط التفكير يلي خليها تتجاوز المشكلة هو خاص فيها، بتقول هيدا مثل ما بيقولوا 100% سارة's way، يعني هيدي طريقة سارة لازم تحتفل فيها ولازم تضل تتذكرها لحتى تبقى تعتمدها بمحلات تانية. يعني بنتمنى انه كلنا ننمي هذه العضلات الفكرية والنفسية والعاطفية صح، ونقدر نواجه المشاكل بطريقة صح وإيجابية 100%. إذا بس فيني زيد شي سارة، مرات ما لازم نواجه، مرات لازم نخليها تروح صح. مرات حتى المواجهة في مثل بيقول live today and fight tomorrow، عيش اليوم وحارب بكرة 100%. let go في كتير اشياء، let go صح. let go بمشاكل، let go بناس، let go بمواقف، حتى let go بذكريات. هيدي نعمة كمان واحد يطمش صح. صحيح. إذن المدرب على علم النفس الإيجابي ميلاد حتشيتي، شكرا جزيلا لك وعلى نصائحك القيمة. شكرا لكم. شكرا.